and Iran playing here in red against the Saudis, who began the sharper and opened the scoring through Sami Al-Jaber midway through the first half. اللي كان موقوف في هذه المباراة قبل هذه المباراة. وفاد المهلل يجعلها 2-0 بهدف رائع. فقط بين الهدف الأول والثاني مجرد دقيقتين. نعصفاً للسعودية. إيران إذا خسرت خلاص تفقد أعمالها بالتأهل. وهدف جميل داني غان يحقق هدف جميل المدافع الإيراني من ركلة حرة بعيدة. هدف لإيران. ولكن واضح رفع كرة غيرت سيرها تماما. فريق السعودي كما قلنا يفوز خلاص، ينهي اي احتمال لاي فريق اخر. وحمزة ادريس متابعة من منصور الموسى، هدف سعودي ثالث عن طريق اللاعب البديل منصور الموسى. 3-1 للسعودية. فريق الإيراني يحاول من جديد تقليص الفارق، ونفس اللاعب الذي سجل الهدف الأول. الرزاني الذي حقق الهدف الثاني، لاحظوا كرة في مكان صعب جدا على الدعية، وإيران تقلص الفارق 3-2. مباراة كبيرة بالفعل. والهدف الرابع يقترب المنتخب السعودي من تحقيق حلمه. هذا حمزة إدريس 4-2 طبعا، وفرحة سعودية. في مدرجات استاد خليفة. وإنما حظي بتأييد كل الجماهير العربية التي أيدته في هذه المباراة للوصول إلى نهائيات كأس العالم.
And Iran's Zadigan knocks it back. Out onto the flanks. الوقت الأخير من المباراة. فارق هدفين يريح كثير الفريق السعودي رغم أن هناك هدف إيراني ثالث في الدقيقة الأخيرة. ولاحظ الحكم بعد هذا الهدف أطلق صافرته على نهاية المباراة.